السلام عليكم، جبت لكم اليوم وصفة جديدة واللي هي تاع هذا الديسير. هذا الوصفة تركية الأصل، تجي بزاف بنينة، ننصحكم ما تجربوها، بنينة بزاف وخفيفة ماشي تقيلة بزاف. دونك نبدأ ليزانغيديون. هنا درت في كسرونة، درت زوج كيسان تاع حليب. هنا نديرو المقادير بارد في بارد، ومن بعد نشعلو عليهم من النار. ومن بعد زدت على هذوك زوج كيسان حليب 3 مغارف تاع فارينة، ونزيدو ربع مغارف سكر، نخلطوهم مليح حتى يتجهز هذاك الخليط. نشعلو تحتهم النار ونبقاو نحركو بلا ما نحبسو. حنا نبقاو نحركو حتى تتقل لنا هذاك الميلونج، يتقل ويولي نتحصلو على القوام اللي كيما راكم تشوفو فيه هدايا. نطفو عليها النار، ومن بعد نزيدو نص مغرف تاع لافاني، ونزيدو لها مغرف كبيرة تاع زبدة. نخلطوهم مليح، ومن بعد نروحو نعمروهم في لي كوب ولا في لي ركام وين بغيتو. هنا نديرو هاد الطبقة الأولى تاع هاد الميلونج، ومن بعد نجو نديرو كاس تاع ما ندوبو فيه مغرف تاع مايزينا، نخلطوه مليح. ومن بعد نديرو فيه كسرونة نص كاس تاع سكر، نخلوه حتى يذوب لنا ويولي بريسك غامق. فوالا ندوبوها مليح، ومن بعد نجو نزيدو هذاك الماء اللي ذوبنا فيه المايزينا ونحركو مليح، وتكون وجدتنا الكراميل تاعنا. توجور تبقى على نار قليلة، نخلطو مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر. ومن بعد نجو نفرغو هذاك الكراميل فوق هذاك الميلونج اللي كنا درناه. وش نقول لكم، شهية طيبة، ننصحكم تجربوها باسكو يجو بزاف بنين. سلام.